بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اليوم هنحل مساله البوابات المنطقيه اللي جت في نموذج التدريب 2018، ونبدا دي شكل البوابه اللي جت في الاختبار. السؤال بيقول في نموذج التدريب يعني يوضح الشكل التجمع من البوابات المنطقيه. اكتب في الجدول التالي قيمه الخارج اللي هو الاوت هنا عندما يكون الدخل متماثلا، يعني لو الدخل A وال B وال C، A وB وC 0 0 0 او 1 1 1. خلاص نشوف شكل ده الشكل تبعها، ده الشكل. هنكبر الشكل ونشوف. هنا عندي البوابة الأولى، دي بوابة الأند، قلنا بوابة الأند بنسميها بوابة الضرب. وهنا بوابة، هنا الأور بوابة الجمع، هنا النط العاكس، هنا الأور تاني يعني الجمع. عندي ثلاث أنواع من البوابات موجودين قدامي اللي هو الضرب والعاكس والجمع. الجمع مكررة، هنبدأ هنا نحط هنا صفر. قال اكتب في الجدول التالي قيمة الخارج عندما يكون الدخل متماثل، يبقى هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر. هنا البوابة الأولى اللي هي بوابة الضرب، في بوابة الضرب لو عندي صفر وصفر هضرب صفر وصفر يبقى الناتج هنا صفر. راح لبوابة العكس، بوابة العكس لها مدخل واحد ومخرج واحد، في المدخل داخل صفر يبقى يخرج واحد. خلاص نقف لحد هنا، يبقى هنا في واحد. هنا نشوف بوابة الجمع، داخلها صفر وصفر، جمعهم يعطينا صفر. طب هنا صفر وواحد مع الجمع برضه يعطينا واحد، كده أنا وصلت في الجدول. لما يكون المدخلات التلاتة أو المداخل التلاتة بصفر بيكون الخارج بواحد. في الحالة الثانية لو المدخلات الثلاثة بواحد هيكون الخارج بواحد، ده أنا يعني جبت الحل وهنشوف ازاي. تعال نشوف أسماء البوابات. قلنا هنا بوابة الأند يعني الضرب، البوابة اللي بعدها النط، هنا الأور يعني الجمع، النط يعني العاكس، الأور يعني الجمع مكررة. أحط المدخلات هنا واحد هنا واحد هنا واحد. الخطوة اللي بعد كده لو عندي ضرب هنا واحد وهنا واحد بيكون الناتج واحد. راح لبوابة العاكس، بوابة العكس اللي هي النط بيعطيني صفر. نروح بعدها هنا واحد واحد والجمع واحد، وقلنا قبل كده ان الجمع مش اثنين، الجمع واحد، لان عندي الارقام او الاحتمالات هي صفر وواحد. هنا واحد هنا واحد وهنا صفر، يبقى الجمع الناتج ليهم واحد. وان شاء الله نكمل حل المسائل المهمه في الاختبار. حابين نبدا بمساله البوابات المنطقيه لانها يعني سهله شويه، وان شاء الله يكون الباقي اسهل باذن الله.